السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الشرح هنتعرف على طريقة استيراد صورة من عملنا اللي عملناه على الفورتشوال بوكس. مثلا الآن لاحظ احنا اشتغلنا على تنصيب ارش لينكس. طبعا انت شفتوا خطوات تنصيب ارش لينكس كيف طويلة. طيب انت مثلا نصبت ارش لينكس ونصبت ايضا معاها واجهة كي دي اي، بعد يومين ثلاثة حبيت انك تجرب واجهة جنوم او اكس اف سي اي مع ارش. في هذه الحالة لازم انك تجي تبدأ تنصب ارش من جديد من الصفر علين توصل لنقطة انك تنصب واجهة جديدة وسط مكتب جديد. طبعا هذه شغلة متعبة، فكل ما اجي اجرب واجهة فابدأ التنصيب من جديد فشغلة متعبة جدا. ايضا انا بعمل شروحات، يعني كل ما اجي اعمل شرح لواجهة لازم انصب ارش من البداية فشغلة متعبة جدا لي. وانتوا شفتوا يعني الخطوات اللي مرينا فيها في تنصيب نظام ارش، لكن في حل جميل جدا وسهل. نجي لمجلد الهوم، في عندنا هذا الفورشال بوكس المجلد حقه، نفتحه. طبعا هذا مجلد اللي هو الجهاز الوهمي اللي عملناه ارش قبل لحظات ونصبناه. في بداخله ملف بتلقاه اسمه ارش لينكس VDI بصيغة VDI. نعمل نسخ كوبي لهذا المجلد، تمام، واجي لسطح المكتب او في الهوم واعمل مجلد جديد، مثلا اكتب عليه ارش لينكس VDI، تمام، واعمل لصق داخله لهذا المجلد VDI. الآن أهم نقطة إنك تعمل ضغط لهذا المجلد، نعمل له ضغط. خليه زب ما هي مشكلة. نعم. طبعا المجلد صراحة 4 جيجا 5 جيجا، ننتظر شوية حتى يعمل الضغط. الآن كما تشاهد عملنا ضغط للملف، لأنه إذا ما ضغط يعني ما عمل ضغط للملف فهيتمسح. نشوف طريقة المسح الآن كيف. نجي هذا مجلد فورتشوال بوكس، طبعا قلنا هذا النظام هذا هو اللي عملناه الآن، فبأمسحه الآن، أعمل مسح. All file. لاحظ الآن أتمسح، ما عندي أي شيء. أجي الآن للمجلد اللي عملته Arch Linux VDI، أجي أخذ هذه النسخة مثلا كوبي وأجي أحطها على في مجلد الهوم.
ممتاز. الآن عندي على سطح المكتب، الآن أجي للفورشل بوكس، الآن أعمل لي جهاز وهمي جديد. نيجي على نيو، الآن أكتب أرش لينكس، طبعا النظام نوع النظام لينكس، الإصدار لينكس 64 بت، بعدين نكس، أحدد الرام، طبعا الرام هذا يعتمد على جهازك، على حجم الرام المتوفر عندك، بعدين نيكس. الآن هنا في الهارد ديسك أختار الخيار الأخير، بعدين أجي أضغط على هذه الأيقونة، أجي أختار هذا الملف اللي وضعته على سطح المكتب في مجلد الهوم، عفوا هذا هو، أختاره الآن، ثم أعمل له فتح. لاحظ الآن نضغط على هذه الأيقونة، الآن أضبط الإعدادات setting، أجي هنا بعدين system، أشيل الفلوبي، بعدين السي بي يو أعدي دي 2، أشير على هذا المربع، بعدين الديسبلاي أوكي، enable 3D فقط. الآن أضغط على OK. الآن لاحظ أشغل، أدان الآن نتوقف هنا، نروح نأدي الفرض وبعدها نجيكم إن شاء الله. الآن لاحظ دخلنا للنظام، فقط اكتب root password. ممتاز، هذه هي النسخة اللي استرجعناها. وكذا تقدر تنصب اي واجهة الان، ايضا يعني فرصة انك تتمرن وتشوف او تجرب تعمل تجارب وتشوف الواجهات المناسبة لك. مثلا انتهينا الآن اكسيت، نشوف الهوم، هذا هو الفورتشوال بوكس. لاحظ ما في المجال، يعني المجلد مش موجود لأنه في الخارج هنا، هذا هو. لاحظ الآن هذا هو المجلد، فاجي مثلا فايل او عليه اعمل مسح ريموف ديليت، لاحظ اختفى، لكن عندي نسخة موجودة هنا، فاي وقت اخذ نسخة واعيد عملي بهذه الطريقة. يعني يكون عندك نسخة يعني تستطيع انك تستردها وتعمل شغل من جديد مع أرش فقط. هذا هو يعني للتوضيح عملت هذا الفيديو. الآن أقول لكم مع السلامة وفي أمان الله.